راني شاد دكتورة في علم النفس فيها متر في الطول ومتر في العرض. اها وعطاش دير السي ميمون زيد لها واحد 6 متر في جنب الله يفتح عليك 3 على اليمين و3 على الشمال. انا ضوا الله عفوا منو عليك قدام تخرف عليا ياك شتي انا اللي عندي غير الشهادة ديال تحضيري راني دابا برلماني قدي قداش ايه. اذا السلام عليكم. ثانيا انا لن اطيل لأنني كما قدموني بشيخ الفرقة أنا شيخ فضاء المركب الثقافي بالحجم، لأننا تقريبا غادي يكون هذا هو العرض الخامس اللي تنعرض في المركب هذا. والصراحة ألخصها في جملة، أهل مكة أدرى بشعابها، إذا وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب فانتظر النجاح والعكس صحيح. يعني الأخ يوسف العرقوبي فنان ولكن فنان يحب الفن ويخلص له، وهذا ما جعل هذا الفضاء يكون متميزا عن باقي الفضاءات. الحاجب كيف قلت انا 5 ديال المرات اللي عرضت في الفضاء هذا، جمهور ربما اعتقد وانا متيقن على ان الاخ العرقوبي والطاقم المرافق له رودوا هذا الجمهور على عشق فن المسرح، وهذا تلاحظوه في سائر العروض. إلا قلت 5 ديال العروض وعمرنا ما لقينا مشاكل ودائما الجمهور المنتظم تعرض في نسبق هذا، وأشهد شهادة حق على أنني حضرت في عروض عرضنا هنا وكانت ورشات على هامش العروض. هذا شيء لم أراه حتى لا في قاعة بحنيني ولا في أي مركب صراحة لله. أشكر الأخ يوسف العرقوبي وأشكر جمهور مدينة الحاجب، وأتمنى أن أعود مرة في السنة إلى الحاج ولو مرة في السنة. وتحياتي من جديد وشكرا للأخ العرقوب وشكرا لكل الطاقم المرافق له. شكرا. أيوا شميت ريحة الانتخابات. شكون هاد الكعبي والكعبية اللي مزغرت عليه مو وبغى يترشح ولا يصوت بلا خباري؟ أنا بعدا لا. أنا بعدا لا. سيد الحاج شاد ليا اللي طات منك هما وشاد. ايوا مالها كي جاتك؟ اسمح لي غزاله تبارك الله عليك. انا كنت غلطه لالا. اليوم كان عرض مسرحيه جدبه لمسرح الحال في مدينه الحاجب، وحنا قبل ما نجيو لمدينه الحاجب وصلنا الصدى ديال القاعه ديال مدينه الحاجب. انا بالنسبه ليا هذه وقيلة لاول مره كنلعب في هذه القاعه. سبق لي جيت للحاجب ولكن لعبنا غير في شي وقيلة شي قاعه ديال دار الشباب ولا شي حاجه بحال هكا. انا ما بغيتش نقول المدينه فين كنا، المهم على ان انا كنحيي الاداره ديال المركب الثقافي بمدينه الحاجب. كنحسوا براسنا على اننا كنلعبوا حنا وحنا نشوانين وحنا فرحانين، لان لقينا استقبال بعدا، لقينا المسؤول على القاعه كاين ماشي غائب، الاداريين حتى هما تعاونوا مع الدراري، ودوزنا العرض في ابهى صوره، والجمهور ديال الحاجب كان متعطش جدا للمسرح. الفاتحه يا لالا زوزو، الفاتحه تقرا الراجل مع الرجل. ايوا اش دار لك؟ انا راه فيا 10 د الرجال، اختار واحد وقرا معاه الفاتحه. اهامي زغرتي انت؟ يس.
انا في الحقيقه نقول واحد الكلمه، انا فايت جيت لي هنا وقدمت مسرحيه الاطفال، مسرحيه ديال وقدمت كمخرج. انا في الحقيقه هذه القاعه هذه من نقول يمكن من بعد مسرح يوم الخميس، من بعد قاعه ديال بوحنيني كنلقى هذه القاعه ديال الحاجب اللي هي قاعه حميميه بالنسبه لينا حنايا. قاعه زعما قاعه ولات ديالنا حميميه، كنحسوا بها بان راه ديالنا ولفناها وعارفين اش كاين فيها. وبلا ما نعاود الكلمه ديال الاخوه ديال كنزه، كاين فيها الصديق ديالنا والفنان وكل شيء الاخ اليعقوبي يوسف. والحمد لله حنا ديما كان انا تنقول تلقاو راسنا هنايا، يعني بحال دارنا دابا القاعه ديال الحاجه بحال دارنا. الحمد لله انا بالنسبه لي ولات بحال دارنا من بعد مسرح الخميس ومن بعد القاعه ديال بوحنيني الحمد لله. والعرض الحمد لله ديما كيدوز، ديما حنا كنلقاو تجاوب. انا بعدا ديما هذه القاعه هذه كنلقى فيها تجاوب والحمد لله، والجمهور ديما حاضر الحمد لله مزيان. وكنتمنوا انه ان شاء الله حوايج اخرى يتزادوا ويضافوا للقاعه، يعني ديما الحمد لله حنا كنجيو كنلقاو الجديد، ما كنلقاوش بين المساء كتنقص. شكرا. اجي هنا بنتي نوال، اجي لهنا هنا نوال هنا نوال هنا نوال هنا نوال واش شدوا معايا شدوا الواحد واش هنا ولا هنا. نقول لكم شكرا، شكرا للمدير القاعة أستاذ يوسف العرقوبي على الاستضافة ديالك لينا، لان ما نقول اللي قالته الاستاذه كنزه وغنزيد نزكي عليه، ماشي غير قاعه وحده اللي ما استضفوناش فيها، كاع القاعات اللي كنا كنعرضوا فيهم ما كانوش كيستضفونا، ما كانت يكون لا مدير لا ناس خدامين في القاعه. كتجي كتلقى التكنيسيان كيوقفوا جوج، ولا بغاو يخدموا معاك خصهم بزاف ديال الحوايج باش عاد يقدروا يخدموا معاك. فانا جيت لقيت انا تجاوب من عند الناس، في بالك انك انت ثاني واحد كيجي يستقبلنا في هذه العروض. لعبنا تقريبا شي 12 عرض بهاد المسرحيه هذه، انت ثاني مدير ديال دار الثقافه كيجي كيستقبلنا. بصراحه انا ما كنتش ناويها، كنت كنقول ما نعرف كما الاخرين بزاف بزاف حتى هما ما استضفوناش ما استقبلوناش ولو حتى بسلام عليكم. فشكرا لك وشكرا للجمهور ديال هذه المدينه الجميله جدا اللي كنعرض فيها انا لاول مره. كنلاحظ على ان كاين تجاوب من الجمهور والمسرحيه دازت في ظروف زوينه بزاف. شكرا. دابا غادي تقول لي شكون انت؟ انا وعلي مين هو؟ وانا من الصباح وانا كنقول لك البيزه بالشتا، وانا من الصباح وانا كنقول هاد البوسه ما خربتش عليا، وانا تنقول هاد ميمون. ميمون ميمون البليزة، ميمون اللي بعتيها لالا زوزو برخص التراب لانك طماع وجاب لك الله طماع بحالك. مساء الخير وتحيه للجمهور بعدك مدينه الحاجب اللي شرفونا اليوم في هذا المركب الثقافي الجميل، كما تنحيي الطاقم الفني والتقني اللي قام بواحد المجهود رائع، فتنشكرهم على هذا المجهود ديالهم الجبار في هذا العمل المسرحي الجديد اللي هو الجدبه، واللي تنحيي عليه الطاقم الفني والطاقم التقني لان هذا مجهود جماعي. فالحمد لله هذا العرض العاشر لحد الان، واللي دائما كانت القاعات مملوءه الى اخرها في جميع انحاء المغرب، واللي خلى صدى طيب سواء من طرف الجمهور سواء من النقاد او الصحفيين، وهذا الشيء اللي تيشرفنا وتيلقي مسؤوليه أكبر على عاتقنا كما عشناها اليوم في المركب الثقافي بمدينة الحاجب اللي الجمهور بقى حتى لآخر لحظة من الصالي، وهذا شيء يشرفنا أن هذا الجمهور الحبيب اللي تنتواصلوا معاه واللي كان من شريحة من المجتمع ديالنا من جميع الأعمار وجميع الأجيال، شباب أطفال نساء رجال، فهذا شيء اللي كان جميع الأجيال كانت متواجدة معنا اليوم واللي كلهم رحبوا بالعرض. فهذا
تيبقى دائما الشكر الجزيل لجميع الطاقم التقني والفني والإداري ديال هذا المركب بمدينة الحاجب، واللي على رأسهم الصديق والزميل والفنان يوسف العرقوبي اللي تنحييه واللي تيقوم بواحد المجهود جبار، فتحية ليه وتحية صادقة. وهكذا بغينا أن مجموعة من المسؤولين ديالنا اللي يكونوا في مجموعة من المركبات دائما تيستقبلوا الفنانين والفنانات باش تيمكن لهم أنهم يبدعوا ويعطيوا فرجة متميزة داخل المركبات الثقافية، واللي هي أحسن مركب في هذه المدينة الجميلة اللي هو مركب الثقافي بمدينة الحاجب، اللي هو أصبح قبلة لجميع الفنانين والفنانات والمفكرين والفاعلين في جميع أنحاء المغرب. فالحمد لله ولينا تنسمعوا بمدينة الحاجب اللي ما كناش نسمعوا لها واحد الصيت كبير بزاف، ولينا من خلال هذا المثقف من خلال هذا المركب خلق واحد التواصل مع مجموعة من الناس من داخل المغرب وخارج المغرب، وهذا شيء اللي تشرفنا، لأن هذا المركب الثقافي استقبل واحد المجموعة من العروض، ماشي العروض المسرحية، جميع الفنون من جميع أنواعها، موسيقية، تشكيلية، الفكرية، توقيعات، ورشات، فهذا كله تعود بالنفع على ساكنة مدينة الحاجب وعلى مجموعة من الشباب والأطفال اللي يصبحوا يرتدوا لهذا المركب، وكذلك تيستفدوا من مجموعة من العروض الفنية ومجموعة من الندوات الفكرية اللي تيتمتعوا بها، وكذلك تيستفدوا منها من جانب التوعوي والفكري، وكذلك من جانب الورشات. كاين مجموعة من الورشات اللي سمعت أنها تقامت في هذا المركب، واللي استفدنا منها مجموعة من الشباب ومجموعة من الأطفال، فهذا شيء اللي تيسعدنا وتنتمنى الاستمرار في هذا الاتجاه، ولكن تنتمنى العناية بهذا المركب. فالحمد لله هو مركب جميل، ولكن كاين بعض الأشياء اللي خاصة الصيانة وخاصة الاهتمام وخاصة واحد الميزانية ديال الصيانة لهذا المركب، خاصة أن اليوم عشنا واحد الخشبة اللي كنت أنا غادي نطيح فيها وممكن أنني نتوعت فيها واحد مجموعة من الثقب، فهذا شيء اللي تنتمنى مسألة بسيطة من الناس المسؤولين اللي كاينين أنهم على أساس أنهم يهتموا بهذه الخشبة، لأن الخشبة تستقبل مجموعة من الفنانين، فعيب وعار أننا نشوفوا الخشبة كلها أصبحت فيها ثقوب، فهذا شيء اللي تنتأسفوا ليه وتنتمنوا من الله أن هذا الشيء ماشي بكثير على المسؤولين ديالنا، خاصة أن هذا المركب جميل وبغينا يبقى دائما جميل. فتحية لكم وتحية لجميع المسؤولين ديالنا في مدينة الحاجب وخارج مدينة الحاجب، وتحية لهم جميع، وتحية للمركب الثقافي والجميع الإداريين والطاقم دياله، وتحية لصديقي وزميلي يوسف العرقوبي. إلى اللقاء.